تعالوا مع بعض نشوف طبقنا الثاني وهو الاسكالوب بانيه مع الخضروات. مقادير الاسكالوب بانيه عباره عن 5 قطع 6 قطع حسب عدد افراد الاسره من الاسكالوب البتيلو المبطوط، وعندي كوبايه دقيق وعدد 2 بيضة ونص كوبايه لبن وكوبايه بقسماط ونص كوبايه زبده ونص كوبايه زيت للتحمير. هقول تاني، ده مقادير الاسكالوب العادي اللي ممكن ناكله في البيت من غير اي اضافات اخرى. هو عبارة عن 5 قطع من الاسكالوب، كوباية دقيق، وعندنا كمان عدد 2 بيضة، نص كوباية لبن، كوباية من البقسماط، وربع نص كوباية زبدة، ونص كوباية من الزيت، لأن احنا مش هنحمر في زيت غزير، احنا هنحمره في زيت وزبدة على الطاسة. أما الخضار أو الخضروات اللي هتبقى موجودة مع الاسكالوب هي عبارة عن كوباية من الفلفل الألوان، يعني 3 ثمرات فلفل ألوان متقطعين مكعبات وبصلاية، و4 طماطميات مبشورين، ومعلقة زعتر، وكوباية من الجبنة المبشورة. هنقول تاني، 3 ثمرات فلفل ألوان متقطعين مكعبات وبصلاية مبشورة، و4 ثمرات طماطم مبشورة، ومعلقة زعتر، وكوباية من الجبنة المبشورة، وهنقدمه مع الاسباجيتي. تعالوا مع بعض بقى نشوف هنعمل ايه. أول حاجة هناخد هنا شوية زيت أهو بالراحة كده، وبعدين ننزل عليه بقى بالبصل بتاعنا ونسيبه لما يدبل معايا شوية. يا مدام سهير، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحسن شيف في الدنيا، ربنا يخليك يا رب. أنا كلمتك قبل كده بخصوص حسن. يا أهلا بيكي، أهلا بحضرتك. هو الخط قطع ومعرفتش أسألك الأسئلة اللي أنا عايزها. تحت أمرك، تحت أمرك. أنا مرة عملت معاك البرام السبانخ بالبيض المسلوق والجبن المبشورة، بس عملته ونسيته تاني. حاضر من عينيا. عايز المرة دي أسجله. هقولك عليه يعني. هقولك عليه. حاضر من عينيا. وعايزه مقادير الكفته لان كنت بره وجيت لقيتك شغال فيها. حاضر من عينيا. حاضر. حاضر. انا احفادي مسميني الشيف يسري. ربنا يخليكي، ربنا يكرمك يا رب. اشكرك على اتصالك وهقولك على مقادير السبانخ بالبيض. حاضر من عينيا. خلاص احنا هنا حطينا زيت بصل يدبل معايا، وتعالوا مع بعض بقى ناخد قطع الاسكالوب اهي، نتبلها ملح وفلفل فقط. عايزين تدوها مستردة ادوها، عايزين تدوها مية بصل ادوها، عايزين تدوها أي مكونات أو أي نكهات، عصير ليمون اللي انتوا عايزينه في الاسكالوب مفيش مشكلة. عصير ليمون مع لحمة يبقى رائع. ده في نوع من يا أسامة، في نوع من الاسكالوب ده اسمه اسكالوب ليمون بصوص الليمون، طعمه خطير جدا. ايوه برافو عليك. ادي الكفتة بتاعتنا اهي طلعت، هنسيبها كده تهدى شويه، وبعد كده سعد هياخدها عشان يغرفها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ كفته طريه جدا، شايفين؟ طبعا لما نشوفها نقول ناشفه، لكن هي طريه. تعالوا مع بعض ناخد اللبن وناخد البيض ونجيب مضرب نخفقهم مع بعض مع شويه ملح وفلفل، وبعدين نحط في البقسماط والبيض واللبن وبعدين الدقيق او العكس. وناخد معانا اتصال معانا مدام عدلات. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ يا اهلا بيكي يا رب يخليكي. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. انا بكلمك عشان عيد ميلادك. يا رب يخليكي، انا ما افتكرتش غير النهارده والله، ربنا يعزك. اشكرك يا مدام عدلات على اتصالك، والله اسعد. كل سنه وانت طيب. اتصال جالي من مده والله. استاذنك كمان في الصوص البني اللي بيتحط على الديك الرومي لو سمحت. حاضر من عينيا. حاضر. تسلم عينيك. حاضر. شكرا جدا. لا تحت امرك، وبشكرك والف شكر على اتصالك وربنا يخليكي. هناخد بقى كده وانت بالصحه والسلامه يا حبيبي، فلفل الوان اهو، ونقل اهو، ندي شويه ملح وشويه فلفل وندي الزعتر، يبقى احنا ماشيين مع بعض بنعمل الخضار بتاعنا هنا على جنب، وبعدين هنجيب البقسماط والدقيق واللبن. هنشتغل سريع شويه بس عشان وقتنا اهو. ناخد قطع الاسكالوب نحطها في الدقيق ونطلعها من الدقيق على البيض واللبن. شايفين بقى اللي بيحصل ده اهو؟ هنحط البقسماط ونضغط عليه اهو فوقيه، نضغط براحة الايد. شايفين الحركة دي بتخلي البقسماط يتماسك مع الاسكالوب بتاعنا ويبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اهو، وكمان ما يطلعش معانا واحنا بنحمره اهو. شايفين اهو؟ هنجيب واحده تانية ونوريكم القصه دي. هنحط في الدقيق اهو، وبعدين ننفضها كده نحطها في البيض واللبن سريعا،
وزي ما قلنا ان البيض بيديها طراوه، اللبن بيديها طراوه، يعني تخليها طريه شويه، وبعدين نحط البقسماط ونضغط بكف الايد اهو. انا حاطط ايديا الاثنين على بعض وبضغط، بس هو ده المطلوب اثباته لغايه ما احس ان هي اتشربت بالبقسماط جامد جدا. اخدها اعمل فيها ايه، احطها جنب اختها، وبعدين نحط الزيت والزبده. ادي الزيت وادي الزبده، وبعدين ناخد على الزيت والزبده كده اول ما يسيحوا السكالوب بتاعنا نحمر فيه. بس اول ما تسيح الزيت والزبده خلينا مع بعض كده، اول ما يسيحوا اهو نحط عليهم السكالوب بتاعنا عشان نحمر في الزيت والزبده، وسعد بيعمل لنا الباقي كده. والخضار بتاعنا اهو اهو، هنضيف له بقى الطماطم المبشوره ونسيبه مع بعض يتسبك شويه، وده اللي هنشوفه بعد ما نستأذنكم فاصل. بس احنا معانا تليفون الاول يا اسامه، الله يخليك. مدام هاله، اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. الو، يا شفنا يا عبقري، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك، تسلم ايدك، ربنا يبارك في عمرك مدام هاله، ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك، اتفضلي يا شيف يسري. كنت عايزه اسال حضرتك، الكفته اللي انت عملتها ممكن نقليها؟ هو يعني بصي هقول لحضرتك على حاجه، هي ممكن تتقلي، نحفرها في الدقيق ونقليها عادي مفيش مشكله. ممكن نحطها من غير حاجه خالص، الكفته قدامنا اهي، ممكن نحطها من غير اي شيء في الفرن تحت الشوايه ونقلبها الناحيه الثانيه. حاجه ثانيه مدام هاله؟ بشكرك على اتصالك، وبشكر كل حبايبنا اللي بيتصلوا بينا. انتظرونا بعد الفاصل، هنعمل مع بعض كيكه كريم كراميل، وهنوريكم الاسكالوب هنعمل فيه ايه. مش هعمل اي حاجه غير ما نرجع من فاصل، خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل قدامنا الكفته اليوناني اللي عملناها، والاسكالوب انا ما رضيتش ادخله الفرن غير اما نرجع اوريكم شكله. ما تقشرتش القشره ولا الغلافه اللي احنا اللي على الوش، لان احنا حمرناه في زيت وزبده. هناخد الخضار بتاعنا كده، نحط كميه من الخضار عليه كده اهو، وهنا شويه على كل قطع الاسكالوب عشان خاطر طبعا اهو. وبعدين نفرد ده كده فوق قطع الاسكالوب، وبعد كده نحط عليه الجبنه المبشوره وندخله الفرن ياخد وش جراتان، او الجبنه تسيح تبقى ملتد عليها، وبعد كده نقدمه مع شويه من المكرونه الاسباجيتي المبشور عليها قطعه من الجبنه البارميزان، و يعني مسوينها كده في زبده فقط الجبنه. معلش يا اسامه بقى، انا يعني انت ما قلتليش ان انت جاي النهارده، سامحني بس ليك ليك عندي اكله حلوه يعني. ان شاء الله بشهر خمسه بقى، في شهر خمسه. حتتين جبنه هنحط ده تحت الشوايه كده ياخد معانا لون شويه، وبعد كده نوريها لكم حالا.